وانا ما بنحبش نحكي لك على الحكايه ونطولها، ما فقط نختزلها في الايام الاخيره انه على خلفيه احتجاجات اجتماعيه سلميه لاهالي سيدي بوزيد، واساسا في منطقه العمران، هذه منطقه بائسه جدا فقيره من معتمديه منزل بوزيان. وتعرفوا انت منزل بوزيان ايش تعني كرمزيه بالنسبه للثوره وبالنسبه لتاريخ تونس، فهمني؟ فتم معناها التعاطي مع هذا الاحتجاج السلمي بطرق في غايه الوحشيه، حيث تم الهجوم عند الفجر على أهالي القرية وهم نيام. صحيح أنه ثم بعض التجاوزات من بعض المواطنين، احنا من بروش التجاوزات، فهمني؟ ولكن التجاوزات هذه عندها مسبباتها وعندها يعني ذريحها. لو كان السلطة سمعت الناس هذوما وتعاطت معهم إيجابيا وتحاورت معهم، ما كانش ممكن يعملوا التجاوزات هذيك، ولكن هما اضطروا أن يعملوا التجاوزات عندما حجرتهم السلطة، فهمني؟ وضربت عرض الحائط مطالبهم، فهمني؟ لذلك احتجوا. فأسلوب المواجهة العنيفة اللي عملته السلطة ضد الأهالي، فهمني؟ واعتقال مجموعة معناها من المواطنين وضرب المعتقلين وتعذيبهم في مراكز الشرطة، فهمني؟ ثم على إثرها احنا كنواب بعثنا بيان للسلطة نحملوا فيها في المسؤولية في اللي حصل، ونطالبوها باش ما عادش بأنها تعمل مثل اللي قامت به. فما رعنا إلا كيف نهار الخميس العصر يتم معناها غزوة أخرى على المواطنين، وزادوا ضربوهم ضرب أكثر من قبل، واعتقلوا ناس أخرين أكثر من قبل، مما حدا بالأهالي إلى الدخول في احتجاج آخر سلمي، ودخلوا جملة من المواطنين في إضراب جوع، منهم شيوخ كبار عمرهم 80 و90 عام، فهمني؟ ولا قدر الله لو واحد من هالعجائز ساءت حالته الصحية، ممكن الأمور تتعكر إلى وضع غير معروف نتائجه. لذلك احنا بحكم مسؤوليتنا الأخلاقية والسياسية على الجهة، قررنا باش ندخل اليوم في إضراب جوع مفتوح، أولا احتجاجا على الممارسات متاع السلطة ومعناها العنف اللي مارساته على الأهالي في منطقة العمران ومنزل بوزيان ومن قبل في منطقة فايض وفي منطقة جلمة وفي منطقة السبالة وفي عديد من المناطق الأخرى. ثانيا المطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين في جهة سيدي بوزيدة على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية. ثالثا الدخول الفوري في حوار جدي ومسؤول بين السلطة وبين مكونات المجتمع المدني، فهمني؟ من أجل إيجاد حلول حقيقية للجهة، فهمني؟ والجهة راي ما تتقادش بالعنف، وهذه جهة راي أطاحت بعروش كثيرة، وإذا كان الناس يغلطوا ويتصوروا أنهم بالعنف وبالعصا ينجموا يقودوا جهة سيدي بوزيد ويقودوا تونس، فهم واهمون. تونس ما تتقادش بالعصا. محمد، حبيت نسألك، عندك شي معلومات أو تأكيدات فيما يتعلق بما تداوله البعض مؤخرا، فيما يتعلق خاصة، خلينا نحكيه بصفة خاصة، على عبد السلام الحدوري اللي هو ناشط في رابطة الأسرة العمالي، ويقولوا أنه تعرض للتعذيب أي وتعرض إلى سوء معاملة في مرحلة الإيقاف أي. عندك شي مديف في الموضوع؟ ما عنديش معطيات أكيدة، ولكن سمعت اللي عبد السلام حدوري مناضل نقابي ومناضل ناشط سياسي ونعرفكوه جيدا، اعتقل وتم تعنيفه وتعذيبه، ويقال أنه حمل إلى الاستعجالي في إحدى المستشفيات الجهة، يعني في معتمدية أولاد حفوز، فهمني؟ وما عنديش تفاصيل حقيقة على الموضوع، ولكن نعتقد أنه عبد السلام حدوري يكون تعذب. ليش؟ لسببين، لأنه رجل صلب، وثانيا لأنهم هما يحاولوا باش يكسروا شوكة المناضلين باش يرهبوهم ويخوفوهم باش ما عادش ينجموا يتكلموا، وتولي الثورة هذه لعنة على الجميع. وهك علاش نحن اليوم في المجلس التأسيسي نقول لهم لا، راهي سيدي بوزيد ما تتقادش هكاكا، وراهي تونس من شمالها إلى جنوبها ما تتقادش هكاكا. في نفس الإطار حبيت نسألك، معناتها باش نختموا اليوم في إطار تحميل المسؤوليات، إذا كان باش نحملوا المسؤوليات، هل هي مسؤوليات تتحملها وزارة الداخلية كجهاز أمني، أم
السياسة الحكومة واللي تبلورها وزارة الداخلية نتاعها؟ يعني هو الخيار السياسي، هو الخيار السياسي هو الفاشل، والخيار الأمني هذا هو تتمة للخيار السياسي أو أسلوب لتنفيذ الخيار السياسي. الخيار السياسي هو الفاشل، خيار الحكومة هو الفاشل، خيار الحكومة في معالجة الأوضاع الاجتماعية هو الفاشل، خيار الحكومة في عدم الإيفاء بوعودها وكذبها على الناس هو اللي خلاها في هذا المأزق، فهمني، اللي تردد فيه وتتصور أنه بالعنف تنجم تركع الناس وتنجم تخليهم يسكتوا ما عادش يطالبوا، فهمني، وتخليهم يسكتوا ما عادش يحتجوا، وتخليهم يسكتوا على تجاوزات الحكومة. اليوم الخيار الأمني اللي بيموجبه معناها تروع النساء والأطفال وضرب الكبار والصغار ويموتوا الناس في مراكز التعذيب مثل ما حصل في 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 السجومي وتغتصب فيه النساء من الشرطة، هذا الأسلوب هو نتيجة لخيار سياسي فاشل. الخيار السياسي إذا كان الناس تحب تصلح تصلح السياسة، كتصلح السياسة يصلح الأمن، أما إذا كان السياسة فاسدة الكل يجي فاسد.